صباح الخير، اليوم اختباري التحصيلي. صراحة اني متوترة وخايفة وشايلة هم، فان شاء الله ان شاء الله ان يا رب يكون الاختبار سهل مرة. سهرانة، ما صحيت الا الساعة 1:30 في الليل، والحين الساعة 6 تقريبا، المهم من الصباح يعني، فما ادري متى انام. واليوم صايمة، فما في يعني ما في فعاليات الصبح وقهوة وفطور، فما أدري شو أسوي الصراحة. شكلي بأجلس بحاول إني أذاكر شوي وأشوف شو أسوي، بس قلت أشارككم يومي واختبار تحصيلي وكيف بيكون الاختبار وأنا رايحة الاختبار وزي كذا. فبس يلا خليكم مع الفيديو، بس خلوني أوريكم. شوفوا هذا الطلب، طلبت أختي من المتجر حقي، فهذا حساب المتجر في الانستغرام وهذا الحساب. يوصلكم كذا الطلب في هذا البوكس، وبعدين خلوني أفتح معاكم. وهنا الفاتورة، بس كذا يكون تغليف الأكواب. بس بحط لكم رابط المتجر في صندوق الوصف لو حابين تطلبون منه. وطبعا بتتوفر أشكال أكواب جديدة وأشكال حلوة، فلحقوا عليها يعني، لأن بحط لكم شكل الأكواب اللي بتتوفر إن شاء الله. وكل ما توفرت أكواب جديدة بعلن عنها في حساباتي، حتى في سناب دايم أصور وأسولف، حتى أصور كتبي وقهوتي وفطوري والصباح أكثر من اليوتيوب. بعد ما صورت لكم نمت وصحيت تقريبا من ساعة، الحين العصر. المهم شوفوا، شريت أنواع كبسولات جديدة، هذه إسبريسو وهذه كابتشينو آيس، بس تجي في الكرتون يعني في الكوب الواحد تسوين حبتين، واحدة بيضة اللي هي حليب والثانية قهوة، وشي تحطين الحليب بعدين تسوين القهوة. وشريت هذه بعد، الكبسولات اللي أنتي تعبينها مرة حلوة، لو ما عندك كبسولات وكذا فحلو هذه تحطين فيها مثلا نسكافة أو أي قهوة تحبينها. المهم الحين لازم أروق كذا وأسترخي وأهدي وكذا، يعني أسوي لي يعني أسوي لي أجواء كذا روقان قبل الاختبار. المهم بحط الماسك هذا وأحسه مرة حلو فبحطه، وبعدين بجهز ملابسي اللي بلبسها. فتحته وريحته مرة حلوة، فالحين بحطه على وجهي. الحين قرب أذان المغرب، فبروح أجهز فطوري وبأفطر، بعدين بسوي قهوتي عشان أروح الاختبار، يعني قهوة الاختبار. يلا بروح الحين أجهز الفطور وبس. والله هذا فطوري المتواضع، هذا الغداء، فبقيت لي يعني عشان إذا أفطرت أكله، وتمر وحليب وماية بس. والله بس أحس بدأ الحين، مع اني متوترة من زمان، بس الحين خلاص حرفتوا لي التوتر اللي قبل الاختبار، بدأ التوتر يزيد. بس ان شاء الله الاختبار سهلات وبصير سهل والاسئلة سهلة وكل شيء سهل. فالحين بجلس وبنتظر لما يأذن وافطر. اذن وافطرت، فالحين بسوي قهوتي قبل تجي الساعة 7:30، اني بروح 7:30 من بدري يعني قبل الاختبار بنص ساعة. وبس بسوي قهوة باردة اللي هي سبانيش لاتيه، بحط نستلة وحليب وبحط كبسولة الاسبريسو هذي، وهذا هو الحليب والنستلة والثلج، باقي الاسبريسو. فن ولا مو بفن؟ هذه حتى أحسن من قهاوى الكافيهات. الله والله فخورة جدا إني وصلت لهالمستوى. هو كلها كبسولات بس يعني شيء مرة حلو، وحتى الطعم مرة فنان، مرة لذيذ. لبست عبايتي. المهم أحلى فقرة هي اللي لما أسوي كذا، بسم الله لازم أكب القهوة، بس اللي لما أخلط القهوة بحط الحين المصاص أو المزاز بخلطها، وحطيتها الحين بخلطها. خلوني بذوقها وأقيمها لكم. يومي 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 يومي، مرة حلوة، مرة لذيذة. طلعت من الاختبار، خليني ارجع البيت بس واقول لكم كيف كان الاختبار.
شوف الصراحة إني مكسلة إني أقوم أشغل الإضاءة أو اللمبة وأصور لكم في مكان حلو وكذا، بس خلوني أقول لكم الحين الصراحة إني رجعت يعني واستحت على طول، ما لي خلق أسوي شيء. بس خلوني أقول لكم عن الاختبار. يعني الاختبار كان في أسئلة صعبة وعرفت، وفي أسئلة سهلة وعرفت حلها. يعني في أسئلة غريبة ما أدري يعني هي أنا درستها ولا هم جايبينها من عندهم ولا شو السالفة، بس بعض الأسئلة اللي ما عرفت قاعدة أحل من واحد لين أعد من واحد لين عشرة، بعدين من واحد يعني أشوف أعد وأشوف شو وقف عليه. المهم وعاد خلصت الاختبار، بس الصراحة يعني حليو مو مرة صعب. وممكن الحين خلاص أول مرة تصير تجربة، يعني ما كنت عارفة كيف الاختبار التحصيلي، ممكن الاختبار الثاني يكون أهون، يعني ما أشيل همه كبر كذا كثر هالمرة. فأنا بس كنت شايلة هم الاختبار الأول، لأن الاختبار الأول هو أول مرة يعني تجربين هذا الاختبار. الاختبار الثاني خلاص أنت عارفة كيف طريقة الاختبار فبيكون سهل عليك. المهم إن الحين أنا رجعت جوعانة، فشكلي ما أدري بأطلب أو أسوي لي أكل هنا في البيت، محتارة ما أدري. بس كذا وخلاص أحس بدي أنام الصراحة. إني مثل ما قلت لكم ما لي خلق أسوي شيء، فخلاص طلبت من مطعم لأن بعد ما لي خلق أسوي أكل. المهم جيت هنا بشغل اللابتوب وطلبت من المطعم، طلبت من جام برجر لأنه مرة أحب البرجر حقهم مرة لذيذ. اللي ما يحبون اللحم أحس ما ينفع لهم، لأن البرجر حقهم لحم بس مرة لذيذ مرة أحبه، وبالذات أنا من زمان ما طلبت، فقلت أكافئ نفسي هالمرة وكذا توني راجع من الاختبار ومالي خلق وتعبانة، وأحس إنه مو بتعبانة بس أحس كذا عرفتوا اللي هو أخيرا وارتحت فهمتوا، فقلت خليني أكافئ نفسي وأسوي كذا فعاليات وبتابع فيلم أو مسلسل وبس بجلس، حتى بروح على السرير مالي خلق حتى مكتب بأنفضح كذا وأجلس أكل وأتابع. أخيرا والله بعد باقي إلا اختبار واحد، ويا رب الدرجة تصير حلوة، يا رب لي ولكم كلنا يا رب نجيب درجات حلوة. والحين فتحت نتفليكس فبدور على فيلم. ذاك اليوم أشوف واحدة تنزل عن فيلم زي ديزني، أتوقع إنه يعني مو زي أفلام كرتون فهمتوا، فقلت يعني تغيير عن هذه الأفلام العادية، ما أدري إيش تسمى هذه وإيش تسمى هذه، بس قلت بتابعه، واصلا حتى اتوقع قصته حلوه، فقلت يلا بحط الحين بجهزه عشان اذا جاء الاكل على طول اشغله. تخيلوا بعد ما طلعت من الاختبار، طبعا جولات تكون مقفله وفي كيس هذا قياس تحطين الكيس تحت الكرسي. المهم بعد ما طلعت من الاختبار وخلصت وافتح جوالي القى فيه طلب من هديل، فوش طلبت هذه أكبر طلبية وصلتني للحين، ومرة حلو حلو الأكواب اللي اختارتها، فبحاول إني أجهز معاكم طلبيتها هنا. شوفوا هذه طلباتها، طلبت هذا الكوب، طبعا هذا الكوب أكثر كوب يطلبونه اللي هو هذا أول كوب، وطلبت هذا الكوب نفس حقي، طبعا هذه الكوبين كلها نفس اللي عندي، وهذا الكوب بعد شكله مرة حلو فخم، وهنا مصاصات. ما راح أجهز طلبها الحين، بجهزه يمكن الصبح. وهذا طلبي وصل واخيرا باكل، والله صدق مره جوعانه. المهم طلبت وجبه جان ستار، ما اطلب منهم الا هذه الوجبه، مره احبها وطعمها مره لذيذ. المهم الفيلم الصراحه اني ما ادري ايش احط للحين، ما جهزت فيلم، قعدت ادور شفت الفيلم اللي قلت لكم عنه، بس احس لا ما ادري ما ابي اتابع الحين، بدور الحين عشان اكل. شوفوا تكفون كيف البرجر تشهي مرة، حتى الخبز طري يعني يعجبني الخبز اللي زي كذا. وبس حتى بطاطسهم مرة لذيذ. خلوني أتابع الحين المسلسل وبس والله وآكل. وصباح الخير، توني صحيت. المهم الحين بجهز معكم الطلبية اللي وصلتني أمس. أول شيء بحط هذه هنا على جنب، وباخذ بوكس هذا هو، بعدين بجيب الأكواب اللي اختارتها والتغليف، وأسوي هالأكواب أغلف الأكواب وأحطها في البوكس. وطبعا أهم شيء قبل أبدأ أغلف وأسوي الطلب إني أعقم يدي، فأخذت المعقم الحين وعقمت يدي
بحط بجيب الأكواب وأحطها هنا وأبدأ أغلف. والحين جبت الأكواب اللي خسرتها، بس قبل لا أبدأ أغلفها لازم إني أتأكد إن الكوب سليم وما ومو مكسور. أتأكد بعد إذا هو الكوب نفسه اللي اخترته أو لا. الحين بعد ما تأكدنا خلاص نجيب التغليف ونبدأ نغلف. أغلفها كذا وأغلف من هنا، بعدين أفكرها مع هذه الجهة مع هذه الجهة، ونفس التغليف مع باقي الأكواب. فبغلفها وأرجع لكم عشان ما أطول عليكم الفيديو. والحين خلصت تغليف، هذه المصاصات وهذا كوب كذا شكله، وهذا كوب وهذا الكوب الأخير. طبعا طلعته من الكرتون حقه لأنه الكرتون كبير ما يتسكر البوكس حق البوكس هذا، فطلعته من الكرتون وغلفته بهذا الشكل. وحطيت عليه كيس الفقاعات هذا عشان ما يتكسر، وحاولت اني احفظه بقد ما اقدر انه يعني اغلفه زين، بس احس مخرب هذا اللزق، بس الغرض المسدس ما يثبته بقوة، بس اهم شيء يوصل لها سليم. الحين خلصت، بحطها في البوكس وارتبها. وهذا هو، حطيت التغليف والحين بصف الاكواب. وخلاص بحط طبعة الفاتورة، الحين بحطها هي مع الطلب وأفكره، وبعدين بطبع البوليصة وأحطها، وبس كذا أكون جهز طلبها. وهذه البوليصة طبعتها، الحين بلزقها هناك وخلاص يكون الطلب جاهز.